أنا بايا وراني في بلادي نحوس فيها منطقة بمنطقة شبر بشبر. واش نقول لكم واش نخليكم، راني نكتشف فيها بناسها جمالها بخيرها طبيعتها جبالها وحتى بحورها، وقد ما نهضر فيها ما راني رايحة نقدر نوفيها. راني في رحلة وتجربة راح تشاهدوا فيها معايا بداية بنات جزائريات حابين يتعلموا طيبوا الحلويات التقليدية الجزائرية، يحوسوا يطوروا من المهارات ديالهم، يحوسوا يتعلموا، صح كيما تعرفوا يتلاقاو بشوية تاع الصعوبات. اي سي بور سا راني هنا باش نوجههم ننصحهم نوري لهم ونعطيهم هذاك الدعم باش يقرروا يبداو خطوة البداية مع ماني وباي. إن شاء الله نقدر نلحق لكم ونشارك معكم كل إحساس كل لحظة عشتها في هذا التجربة، على خاطر ضحكنا طيبنا وبكينا مع هذه العائلات الجزائريات بعوايدهم بتقاليدهم. أما لا نقول لكم قاعدوا معنا كل يوم منطقة جديدة، كل يوم طفلة جديدة، كل يوم وصفة جديدة وعائلة جديدة، يسوختوا خطوة بداية مع ماني وبايا جديدة. ما يبقى لي غير نقول لكم كالعادة يلا بسم الله. معكم العبدي فاطمة من ولاية عين دفلا بلدية جندل، في عمري 22 سنة، طالبة جامعية سنة أولى ماستر لغة فرنسية، تاني نقرأ توريزم. الهواية تدوي عن غوصو مودو لار كولينير، صافي كل شوش متعلق بالكوزينة نحبو، طياب لي غاتو. ثاني كنحب لا ناتاسيون، نحب نقرا كتابات، وتاني حاجه سكرت نحب بزاف نرقد. في شغل الدار كامل نحب الطياب، باسكو علاه هو يخليني نحس روحي فريمون مراه، شغل هاد الحاجه اللي بو موا تريبريزونتي لا فام. فانيك نحس روحي كشغل خويت عقلي مصوالح القراية العفايس الاخرين، كشغل نكون برونشية جس مع القدرة تاعي ولا القاتو تاعي ولا وش راني ندير. جوستومون الحاجة اللي تفرحني بوكو بلوس كي نكمل هذاك لو بلا تاعي نحب نبارطاجيه مع لا فامي تاعي ونشوف رايهم، باش لا بروشان فوا الا كان ناقص حاجة ولا زايد حاجة بوكو بلوس نسيي نريقلها. السياحة تاني تعتبر عندي هواية، علاش؟ باسكو تسمح لي باش نديكوفري طيابات تقاليد تاع بلادات واحد اخرين، ومن طبيعي اني نحب نديكوفري صوالح جدد عليا. جينيرالمون نحب نطيب السالي باسكو هو اللي نشوف روحي فيه اليز، باغ كونطخ لو سوكري لازم تعطي له بلوز اتونسيون، كل حبه تعطي لها وقتها. دايوغ جوستومون جي بارتيسيبي مع خطوه بدايه وماني باش تكون جوستومون ان ديبار بور موا للغاتو، كون رايحين للبحر وجينيرالمون في البحر نديرو لي ساندويتش. باش ندير لي ساندويتش درت لي فريت، المقله الاولى حركتها زدت دوزيام زدت حركتها من بعد تاع راشو شينا لي ساندويتش برا. عندي صاحبتي امل ورات لي هي لانونس وقالت لي فاطمه علاش ما تسييش تنسكري، باسكو انت يا ديجا ملي كنتي صغيره تحبي كوزينا اي بوكو با يكون عندك ان ديبار مع شيف بايا. انسكريت شاركت في الحصه مع شيف بايا باسكو ماما تحبها بزاف وانا فاني كنحبها بزاف، وقلت علاش لا تكون خطوه بدايه تاعي مع شيف بايا في الحلويات التقليديه. سانسيرمون جو ماتوندي با باسكو كانت في بالي بلي كاين بزاف قبلي، ولا بالك انا شفت لانونس مع الاخر. مي فينالمون فرحت بزاف كي عيطتولي
وحسيت بالإيجابية وسنيت هاد النهار بزاف. السلام عليكم وقربوا ينادين جندل دائرة جندل. مرحبا بكم عندنا وانتم خواتنا، عندنا الكباش، عندنا الخير، عندنا راك تشوف الزراعة، راك تشوف الفلاحة. سلامتكم وان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير كالعادة والعوايد. والفتكم دايما تجوا معايا كل يوم، ولاية جديدة، دار جديدة، طفلة جديدة، وسورتو خطوة بداية مع ماني وبعية جديدة. في بالكم وراني رايحة اليوم، شوفوا الشجر، شوفوا الأرض، شوفوا الحشيش، شوفوا لا ناتور، شوفوا داك الحال شباب. اليوم راني رايحة لولاية عين الدفلة، بلو بريسيزيمون الجندل اللي يعرفها. باش معروفة هاد الولاية؟ معروفة أولا وقبل كل شيء بناسها الكرامة. ناسها الكرامة نساها يطيبوا بزاف مليح مكلتهم، معروفة بليك بنينة ومأصلة. معروفة بالخضرة، البطاطا، الفلاحين. شوفوا راكم معايا اون ديريكت، شوفوا الفلاحه، الناس راهي بالوسموشه بالفاس، راهم ينحوا في البطاطا، الله اعلم ينحوا في البطاطا صباح ربي. وهذا المنظر انا نعيشه بلان ما على خاطر ما نشوفوش كل يوم، على خاطر المنظر هذا شتو حنايا في العاصمه، تشوفي بلوس دو بيتون كي تشوفي شجر ولا ناتور كيما هذه. وان شاء الله نوصل لكم هذا المومنتوم اللي راكم داخل الوطن وخارج الوطن. ما قلت لكم بلي راني في ولايه عين الدفله اللي معروفه بالبطاطا، بناسها الكرامة، بالفلاحه والفلاحين، بالخضره والفاكهه الفريشكه. الناس بزاف تجي تسلع منا باش تروح تبيع ايوغ، باسكو خضرتهم معروفه وفاكهتهم معروفه، منطقه استراتيجيه. واليوم راني رايحه لعند فاطمه. فاطمه سي اون جون ايتوديونت اللي تحب بزاف الطبخ، ولعبتها لنا شويه، لعبت لنا بلي سونتيمون باش جينا ليها اليوم. علاش؟ قالت لنا يما واسمها بايا كيما بايا، ونحبها بزاف ونتمنى اني نطيب معاها كاش نهار. الحاجه الثانيه يماها تحب بزاف مقروط الكوشه، وانا كي تعرفوني كي نسمع الام تحب حاجه ما نقدرش ما نروحش ليها. الحاجه الثالثه عندها مشكل انها ما تنجحش مقروط الكوشه، ميم سي تسلك راسها في المالح وفي الحلو. ونقول لك يا فاطمه ما راكيش وحدك اللي ما تنجحيش، سواء مقروط الكوشه ولا مقروط المقله، كاين بزاف اللي ما ينجح لهمش على خاطر كاين دي تكنيك اللي ما يتبعوهم. انه كان نتبعوهم خطوه بخطوه بالسيف علينا رايحين ننجحوها. مالا اليوم رانا رايحين لعند فاطمه باش نديروا معاها مقروط الكوشه على خاطر يماها تحبوا وهي ما تنجحوش، نطيبوه كيف كيف به بكامل التقنيات الديالو اللي راني رايحه نعطيهم لكم. فاطمه ما على بالهاش واش رايحه طيب، ارواحوا معايا انديكوفريو كيف كيف فاطمه والمقروط الكوشه. بسم الله. وانا نسنى في شهر بايا عند الباب، كان شعور تاعي مخلط بين الفرحة، بين شوية قلق، بين شوية بلاك احتكون هاد الانسانة مستواها عالي على المستوى تاعي، ما نشاحا نقدر نرضيها. كنت نخمم في هاد العفايس قاع.
على السلامة. قربي مرحبا بيك. على سلامتك. الله يسلمك. صافا مليحة. تفضلي. وش راكي؟ صافا؟ راكي مليحة؟ لاباس؟ لاباس بخير. صافا؟ الحمد لله. وانتوما صافا؟ الله يسلمك. حالتي باية. باية. وبنت باية. فاطمة. بيزا كي تلاقي بواحد عنده اسم كيما انتيا. وش راكي؟ الله يسلمك. بكل بساطة تاعها والتواضع تاعها هي هي. يعني كيما تخيلتها كيما صحاب. صافا الحمد لله. انتوما راكم خير؟ هذه الخير حطيت معايا ان شاء الله. هي كتب ربي الخير. ما طيبش شعور تاعي كي جيت نفتح الباب للشيف بايا كان شعور مخلط بين القلق وبين الفرحة وبين بالك المستوى تاعها عالي عالية. أنا مانيش راح نقدر نرضيها وندير اون غوسيت اللي كيما يلزم الحال. فينالمون فتحت الباب وقابلت إنسانة الله يبارك حلوة سكر وبديت نحالي هذاك لو ستريس غير كي شفتها. صراحه شوفي قالت لك شويه ما قالتليش انا بنتي شاطره نعطيها لي الكوزينه نديها معليش. يلا نسال جوزي هكذا يزيد فضلك ونجي معاكم. الاستقبال تاع اليوم كان كما كامل الاستقبالات كان حاريتي فريمون شالوغ. الام ديالها حنينه وظريفه ولقيت بايه واحد اخرى مقابلتني واحد الاحساس نحسو به غير حنايا البايات. الحاجه الثانيه لقيت فاطمه مع الام ديالها ترحب كان ما شاء الله كي العاده وخطبت فاطمه وديتها ديريكسيون للكوزين. نغلق مش واحد ما يدخل يهبلنا. داكوغ. نقول لي كوزينه هذه عندك ما طيبي فيها كل خطره كيفاش تجيب بصح كيفاش تجيب كوزينه مستسعه. الله شوفي انا اوتوماتيكمون نشوف كوزينه مستسعه نشمر نشمر على يديا. صافا يعطيكم الصحه على الاستقبال. الله يسلمك. مرحبا بكم عندنا. الله يسلمك. راني معاك اليوم باش نطيبوا كيف كيف. واش كتبتي لنا انت في لا كونديداتور؟ قلتي ماما واسمها بايا ونحب بايا وماذا بيا نطيب معاها. راكي معايا اليوم. قولي لي نعطيك دوز انديس اسكو على بالك واش راكي حتوجدي اليوم ولا لا في الحلو بيان سور. نعطيك زوج خير اختياري الاول واش بانت لك؟ اوكين ايدي. اوكين ايدي. وثاني اوكين ايدي. خيري خيري او ما حاجه واحده اخرى حاجه بقلاوه بوسيبل. بقلاوه. والثانيه توميه. توميه. اعطوني اعطوني خفيفه بالك نديروا لها التوميه اليوم. هاكي ماني قالت لك البسي طابليه هاكي ديالك وانا نلبس ديالي من بعد نخليك تخمي واش انا رايحه نوجد. زيد نخليك هكا باش نخدمها لك مليح. قولي واش انا رايحه نوجد مع بايا. اي بينت لك حاجه واحده اخرى؟ اوكين ايدي. لا اوكين ايدي. صح. مالا اليوم عندي ليك واحد لانديس. هذاك لانديس بالك يوجهك غير حاجه. لانديس هذا وشنو هو؟ تاك تاك كي نجبد لك واش راهي باينت لك؟ نحب القرنفل. واش راهي باينت لك؟ قرنفل. قرنفل لي كلو جي غوفل والو. هذاك هو الماما اللي نحبو كي نجبد لهم ولانديس وتلقاهم راحوا ادروات شرق غرب تلفت لهم. وانا هذاك هو الماما اللي نحبو كي جبت لها القرنفل ما فهمت والو ما عرفتش باش تبلات. شحال حاله. ايا ايا كوبي ونروحوا للدار ما حاش نطيبوا اليوم. ما بانتلك عاونيني. ما بانتلكش هي القرنفل اللي يديروه فانس شغل في شغل غسات. اما هي مقروط. واش من المقروط؟ تاع الفوق. يعطيك صحة. صفقوا لي عليها مقروط الكوشة. لانديس اللي عطيته لفاطمة اليوم بحرها بعتها شرق غرب ما عرفتش وين تروح مع الاخر كامل باش عرفت بليك القرنفل يروح في مقروط الكوشة. بصح يا فاطمة القرنفل يمشي مع الغرس وما نديروش غير في مقروط الكوشة يروح في بليزيو حلويات تقليدية جزائرية. اسكو درتيه ديجا من قبل؟ نو جامي. وشكون يحبوا في داركم؟ الام ديالك ماما تحبو وكامل خاوتي كامل يحبوه. وعلاش جامي درتيه؟ باسكو تخافي ما تنجحيش ولا نو باسكو المقروط تاع ماما هو الميور. دير تاع الكوشه تاع الكوشه. الله الله الكوشه. تسمى اليوم انا حبيت نديره لك باسكو قالوا لي تراديسيونيل شويه سي نورمال انت كي صغيره راكي تتعلمي وزيد بزياده يماك تحبو. في الاول كي جبت لي القرنفل انا ما عرفتش واش راح دير. كم انا انسانه مبتدئه في الحلويات التقليديه ما عنديش اني دي
على واش على واش يقدروا يديروا به القرنفل. مي كي قالت لي بلي نديروا فيه من الفوق سابو عرفتها ديريكت بلي كنديروا في مقروط الكوشه، وهذاك هو الصح، درنا مقروط الكوشه. ايه مالا واش تقولي فيها لي ما رايحين نديروا مقروط الكوشه؟ اكسكو راكي داكو نتكلوا على ربي؟ لا ما كنتش داكو، واحد ديري نتكلوا على ربي. بس شوفي عليك انتوما اللي راكم معنا، حنا نروحوا نحطوا لي زانغريديان تاع مقروط الكوشه ونحاودوا نقولوا لكم باش نديروه بكامل الاسرار ديالو. اتو تسيت. انا ماما تحب تفرحني بزاف، واليوم سيتي لوكازيون باش نعاود انا تاني نفرحها، ويلا خرج لي شباب منا واللي جاي حنولي كل يوم نديرو. فاطمة عاودنا ولينا باش نديرو المقروط اللي خافوه كامل الفان بزاف، يعني غروند ماجوريتي اللي خافوه كسوا مقروط الكوشه ولا مقروط المقلاه. صح انت يا قلتي لي ماشي مورفه نديرو بزاف، مورفه ناكل تاع ماما، مي ماذا بيا ديري انت اليوم ليماك فيك مورفه تاكلي ديالها. واش نسحقوا فيه؟ نسحقوا فيه 3 كيلات تاع سميد، لازم يكون متوسط. شوفي انا قلت لك المتوسط، كاين اللي تخدمو بشويه متوسط وتخلط له الرقيق. كل وحده وكيفاش ديرو. شوفي كاين دي روسيت من دار لدار يتبدلوا، من ولايه لولايه يتبدلوا. مي لو بلوز امبورطون سي تاخدي طريقه صحيحه. دونك عندنا 3 كيلات تاع دقيق متوسط. كوم انت يا مبتدئه باش ميم كي تعاوديه المره الجايه ان شاء الله ما تغلطيش فيه، حنا نعاودك تعاوني روحك بشويه تاع الفرينه. الفرينه البايت شغل كوم اللي راح تعاونك باش ما يتحلكش. دونك ديروا كميه تاع الفرينه، ديروا 40 غرام برك تاع فرينه ليكيفالون تاع زوج مغارف تاع عشاء. لاسوس الاولى اللي بدينا بها هي انه نزيدوا الفرينه للسميد. الفرينه راح تخليه يجي طري ويجي متلايم ثاني. عندنا هنايا المزهر ديالنا، وعندنا هنا كميه تاع سمن تاع ماني، رايحين نخلي لها دو دوا نزيد لهم عليه لا مارغارين ماني. وعلاش نستعمل لا مارغارين ماني هنايا؟ لا مارغارين والسمن تاع ماني لو كومبو هذا تاع لي دو هادو راح يعطيك واحد البنه واحد الهشاشه في المقروط ديالك تجيك اكسيلون، سورتو كي ديري سمن ماني مع لا مارغارين ماني. فهمتيني؟ دونك نروحو سون بلو تاردي لا روسيت ديالك. بسم الله ديري 3 كيلات ديالك. وفي 3 كيلات راح ندير لك كيما علموني انا زمان وكيما قريت انا تاعك، نحكموهم يديروا كيلة زوج ثلاثة. داك باش ما يغلطوش في كل كيلة ديري قرصة تاع الملح. في كل كيلة؟ اه قرصة مليحة. ديري ديري شي ما تخافيش. باسكو علاش دوك نقول لك، حنا رايحين نزيد شوية فوالا لازم تبان لنا. حنا نديروا القرصة تاع الملح، نديروا فوالا كمية مليحة في شاك كيلة، على خاطر المقروط تاعنا راح تجي فيه الحلاوة تاع الغرس وراح يزيد يتعسل، سادا كمية الملح الحلاوة تاع السكر راح تكون طالعة. دونك حنا واش نديرو؟ نعطيو لها الملح اللي راح يكون هو ان اكزوتور دو كو، وزيد بزيادة راح يعطيني هذاك ليكيليبر. الملح درناه سي بون. هاكا دوك نديرو ان بوي في الوسط ونروحو نديرو فيه الدهان ديالنا اللي هو سمن تاع ماني، نحطو هنايا في الوسط. شوفي اش خليت دو دوا ناقصين، نروح ندير فيهم لا مارغارين. نعطيك الدوبيلي فيها. اوكي هيا شعلي لنا الشطرة وانا نجيب لك زوج مغيرفات. هكذا المغرفه راه يدير قيس 20 غرام، وليت تخاف توزن. هاكي وحده وزوج، هاكي دوبيهم. وانا اون ميم طون نافونسي لك هنا، نحرحر لك غير الوسمو، نحرحر لك الملح هذا. وفاطمه هنايا تقدري ديري لافاني الا حبيتي، تحبي تنكهي بشويه تاع لافاني ديري لافاني. دونك هنا نخلط لك. الوغ الاختيار تاعي اليوم راح لفاطمه، على خاطر الحاجه الاولى لك سيك لا كانديداتور تاعها جبدتني. قريت بليك الاسم تاع الام تاعها الكريمه واسمها بايا، قالت لي هي الام تاعي واسمها بايا وانت واسمك بايا، وماذا بيا نتمنى لو كان كاش نهار نطيب معك. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه الي جون تقرا توريزم، قلت هذه اللي تقرا وتقرا تانيك دارت اون ليسونس اون فرونسي، قلت هاد لا جون في الجزائريه صغيره شاطره اللي دايره ليسونس تحب تقرا منا تعاون دارهم منا وطيب في نفس الوقت تسلك راسها، ماذا بيا نروح نشوفها. وشنو هو الحاجه الثانيه اللي جبدتني بزاف؟ على بالكم بحبي الحلويات التقليديه الجزائريه، وكم هي قالت لك نديرهم مي ما نتقنش مقروط الكوشه، والام ديالي تحب مقروط الكوشه، يعني ختمتها بمسك ورحنا ليها حتى لعند دفله. هكذا شتي ديك لا كولور دوري تاع لا مارغارين؟ ديجا شوفي هاد لا كولور تشمي في الريحه تاني. شوفي عندنا اللون، عندنا الرائحه، وعندنا البنه في نفس الوقت. عمري البول ديالك معليش الا سالت لك ما تخافيهاش، فري حتى يتعمر لنا. روحي شوفي دوري هكذا فوالا، نحي المغرفه تاعك معليش. روحي ما تخافيش، زيدي 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 تاك. ونزيد لك حاجه واحده اخرى هنايا، علاش انا خليتك درتي فوق السمن تاعنا كان بارد وهنا لا مارغارين تاعنا نلحقوها طومبيراتور ما راهيش سخونه، فهمتيني؟ دونك هنا نخليك تفرغي الكيله تاعك وبداي حرحري فيه. وهنا
زمان اللي في زيكول اللي يوروا لك هذا المقروط يقول لك يحرحروا هكذا يدخلوا له الدهان دخلي غير بصبحتك يدخلوا له دهان ويغطيوه ويبيتوه يخلوه يريح انا مانيش رايحه نبيتو بصح نخلو له وقت وانت تخدمي فيه كي رايحه تخليه يريح انا نروح نخدم معاك الغرس ديالنا الغرس تاعنا هنا عندنا تمر واجد نقدروا ناخذوا التمر تاع الدار انا دو بريفيرونس يكون تاع الدار ولا شريتي غرس وكان يابس بزاف فاطمه وانت تخدمي فيه كي تشوفيه بزاف يابس فوريه تقدري تفوريه راح يعاونك الحاجه الثانيه تقدري ديري له لا مارغارين ماني تقدري تخدمي بها هنايا راح يساعدك ويجيك بنين نخليك تحرحريه فوالا دخلي كامل شاك حبه دخلي فيها تري بيان هنا واش ندير شوفي في لافارس تاعي راح ندير شويه تاع القرنفل ماشي بزاف باسكو قاطع الجلجلان انا نحبو بزاف تحبي الجلجلان وي هاكي فرحانه كي تخدمي ما كاش تضحكي انا جون في حاسه مبروشيه معاك شوفي هنا الجلجلان انتيا وما تحبي تخيلي هنايا في هذا المومون نروح ندير له شويه تاع لا مارغارين مان تخلينا شويه هنايا زين علامه اون بليس راهي دايبه مليح حساتك راح تعاوني باش نقدر نخدم الغرس ديالي اليوم لي زاستوس لي مدتهم لي شيف بايا فريمون راح يساعدوني بزاف في المقروط تاعي من اول جاي خدي هنايا شاطره تاعي واش راح نخليك ديري هنا قلت لك هاد لا بيريود هادي كاين لي غطيه ويخليه يريح يحب الراحه يقدر يريح حتى زوج سوايع فهمتيني احنا واش راح نديرو راح نبلوه ونخلوه يريح اون فوا يتبل من بعد نخدمه نقدر يبلي غير بشويه راني نعسف بالمزهر شوفي هنايا نقدروا كاين يخدم غير بالمزهر وكاين تخدم كيلا نص مزهر ونص ما انا نحب نشم ريحه المزهر دونك نخدم بالمزهر معاكم روحي بدا يبلي ديري شوفي تعب المزهر ديري ان بوي في الوسط ديري حفره في الوسط ديالك وبدا يبلي وتجبدي غير بشويه شوفي هذه ديريها هنا بداي خودي هكذا خودي بلاك تخافيش فوالا وبداي حرحري جبدي فوالا غير بشويه تري بيان يلا هكذا هذه نخدم فيها او ميم طون فاطمه راح تقولي لي فاطمه واش دير انا حكيت عليك شويه عندي نظره بصح بالك كاين حوايج ما قلتهمش هيا ما لازيدي لي فاطمه واش دير الخصي لي شويه شكون فاطمه فاطمه انيتيديون اش تقراي تقراي لغه فرنسيه لغه فرنسيه علاش خيرتي اللغه الفرنسيه بحكي لي شويه باسكو نشوف روحي نحبها تحبيها وي ملي كنت صغيره الهدف تاعي نكون اونسيونت دو فرونسي تحبي تكوني استاذه معلمه عندك لا باسيونس وي تحبي دراري صغار وي زعما صح ولا باسكو راكي قدامك لا المجمع واحد يميل للتعليم يحب دراري صغار ولا غير نحبهم لا فيغيتي مام هما شغل عندي ان كونتاكت معاهم شفتك مقبلات في الكواليس مبيحه انايا يعني هذه هو دي قليل ونشوفوا هذا الميساج نجوزوا كامل اللي عندهم خياتهم مزوجين قالت لك انا اختي نقول لها دوك نبكينو كما تجيبينيش ولادك ايه ولا سورتو ولفتهم كي نريح وحدي ما تحلاليش لا لو كاسب يقولوا ما يجيبوهمش لا لا ولا غير نقول لهم جيبوهم ما يهبلوكش بصح حلاوتها واش راهي حلاوه اصلا انا خالتهم وانت راكي تحوسي على صداع على بالك ما عندك نعمل صداع معاهم انا نولي الدريه معاهم نعمل خاله اللي تحوس على ولاد خوتها هكا ولا ولاد خوها وتحب تجيبهم يقعدوا معاها دونك هنا شوفي الحربوش تاعي كيفاش قدرت نخدمه فاسيلمون وشوفي كيفاش جاني طري هكا شويه عليك شويه ليها هنايا هادو نخليهم هنا دابا نروح نديرو قدو نبداو نجي ليك نطلع ليك جوستومون شوفي انا جايه نطلع ليك جوستومون فاطمه الشاطره وري نشوف وين راكي واصله نقص مازال يخصو نقص وراهو يابس كيفاش نعرف باللي خصو كيفاش نعرف روحي باللي زيدي كملي ما تخافيش هي عندنا كيله حتى تشوفي اللون تاعها بدا يولي بيض لاباط تاعنا اوكي فوالا وما تخافيهاش ونعرفوا باللي كي نخلوها تريح دقيق واش راح يدير مع الدهان هذاك ديالنا راح يزيد يشرب روحي يلا ونحبك كي توشي هكذا اون بات كي تحبي ديري اون غوسيت كوني واثقه من نفسك ادخلي وقولي راني قادره نديرها وراني قادره نجحها وراني رايحه نرجعها ومامي لما نجحتهاش ما عاديش نعاودها مره واحده اخرى تخي بيان هنا رانا بعاد شويه زيدي ما تخافيهاش قلت حتى اللون تاعها يبدا يتبدل الحاجه اللي تعلمتها بوكو بلوس اليوم هي انه ما نخافش وما نهابش من لاباط باسكو ميم تتخسر لي
داكور ما كاش مشكل، نعاود نركتيفي الغلطة تاعي، نعاود نصححها غير فم، وتخرج لي شابة. وكانت معايا شاف بايا اللي ما خلاتني نخاف من والو. شتي بليك لا كولور تاعنا بياضت؟ هنا واش ندير؟ راح نغطيها ونخليها تريح. هي تريح التمر تاعي، نروحو نعاودو نسقمو لي بودان تاوعو ونولو باش نديرو الحربوش، باش نديرو الحربوش ديالنا. وهنايا قلت لك انا، شوفي هضرت لك على الفرينه وما درناهاش، يفعل كي نكون نديرو في دقيق كنا كاباب. هذه اللي تخاف مي راكي معايا اليوم، دير زوج مغير فيها تاع فرينه باش تعاون روحها في لاباط. فهمتيني؟ دونك هنا نخلوها تريح، نغطيوها نفيلميوها ونروحو نوجدو لي بودان تاوعنا ونعاودو نولو ليهم. واش نديرو؟ نديرو الحرابش تاوعنا. راهي واجده معايا شاطره التلميذه تاعي، ما على بالك وتزابي. دوك نعاودو نقولو لكم باش نكملو مقرات الكوشه ديالنا. اتو تسيت فاطمه، عاودنا ولينا. كيفاش كانت لاباس تاعنا مقبلات؟ كانت ماشي مريحه. لا كيفاش كانت؟ كانت خفيفه. كانت خفيفه وكنا ما نقدروش ما بان نتحكموا فيها. شوفي كي خليناها ريحت كيفاش ولات. دوك واش نديرو حنايا؟ انت قلت لك الا عاودتيه وكنتي من المبتدئات وراكو باس تاعي، نتي هنايا عاوني روحك بشويه تاع الفرينه، حنخليك تخدمي دونك نصوب ماشي بزاف باش ما يغبدكش يجيك ساهل. صوب بودغي غير شويه تاع الفرينه هكذا شي حاجه تاك باش هكذا الخدمه ما تجيكش واعره. نبدا ندير في الحربوش ديالي، حنا نقعد نطم فيه غير بشويه هكذا ونسيو الماكسيموم بوسيبل ما ندخلولوش الهواء كيما مقرو تاع المقله. دونك هنا ندير الحربوش ديالي، اون فوا ندير الحربوش هكذا تاك نروح بالبوس تاعي بسم الله، واحد اثنين هكذا نروح حتى لهنا. ونحبك ما تخافيش من لاباط وما تخافيش من العجين وما تخافي من تحت، باش كي نشوف فيك هكذا نو تلقي روحك ياك. ناخذ الحربوش هذاك اللي درناه تاع التمر ديالنا، نخلو دائما شويه تاع اللي تاع هنايا ونروحو. دونك انت كي تشوفيها كتقولي كيفاه ندير باش نقصي وغلقيها. خافيش نحبك توشي، نحبك تنحي رجليك. اوكي فوالا فوالا، بصي ما تطبزيهاش بزاف. تري بيان هكا هكذاك ما تخافيش، ولا تحلت لك سي با غاف. داكور كوم سيتي لا بروميير فوا لي ندير حربوش في يدي، ما كانش على بالي كيفاش راح نخدم به. خفت بالك يتقطع لي، بالك تخرج لي لافارس، ما عرفتش كيفاش ندير. والحمد لله كانت معايا شاف بايا اللي عاونتني ووريت لي كيفاش، وخلتني نطلق روحي مع العجينه ونخدم بها بكل اريحيه. اقرصي اغلقي تري بيان. ها شتي كنتي هكذا غيتيسونت، ما نحبكمش تخافوا في الكوزينه، نحبكم جوست ما تخافيهاش. ها ميم دوك انا اللي قطعتها تكسرت تحلت لي هنا، ايه سي با غاف نعاود نرفد. كل حاجه تضغى تخافها، خدمي غير بيديك، نروح غير بالسياسه نغلق عليها هكذا. شوفي ها ميم كيما درتي مقبلات هذيك لاستوس سي با غاف، ليسونسييل تخدمي براحتك، تخدمي وانتيا سوغال، ماشي تخدمي وانتي كيفاش حندير. نو نو ها نغلقها ونزيد نعطيك استوس واحده اخرى. كي تكوني مبتدئه ما تخدميش بحربوش طويل هكذا، واش راح يصرى لك؟ راح يدخلك الهواء، راح يغبنك، راح يتقسم لك. خدمي بحربوش صغير هاك، نعطيك النص ديالو، روحي بدا ديري لو بودان تاعك بسم الله. في الماما وين درنا الحربوش تاع العجينه تاعنا وزدنا دخلنا الحربوش تاع الغرس، شفت بليك فاطمه في المومون تاع الغليق شويه كانت بانيكي، خافت تغلقو، خافت يتقطع لها، خافت يتكسر. جيتي لا بور لا راسوري باش نقولها ما تخافيش، ما ميلا تكسر، ما ميلا تقطع، ما ميلا تحلك وما شتش، نقدروا دائما نغطخابي. وشنو هو؟ ما تخافيش من العجينه وما تخافيش بصفه عامه من الكوزينه والاطباق ولا لي غوسات تدخلي ديريهم. صح تري بيان. شوفي هنايا اون فوا درت الحربوش ديالي، نروح ناخذ هذا تاع زمان او لاباس عليه صح. نروح نعاود نسيي نسقمو تاك. ها نروح بيدي يا سيدي، مع سعادتك شيدك اللي تخاف تخدم، تروح بالكوب تاعي انكو. هنا مانيش حنخدم مقلوط المقله، لازم يجيني مقبب ولازم نعطيه لا فورم ديالو. هنا راح يتبلاطا، هنا واش ندير؟ نروح نحكم هذا المول ديالي بسم الله ونضرك عليه هكذا حتى تخرج لي هذيك لا فورم هاك، ولا نروحو بهذا ها ونروح ندرك عليه حتى تخرج لي هذيك لافون. نروح غير بالعقل هنا واش نديرو؟ ها نروح مباشره نشوف هنا ما خرجتليش بزاف لا ها تاك معليش ما فيها بس. نروح ناخذهم بسم الله، ناخذ الحبيبه تاعي ناخذها فوق الكوبات. شوفي هنايا لافون ما راهيش خارجه، سي بيدك نروح نقرص غير شويه باش نتبعوا لافون تاع المول، سينو ناخذ هكذا ها نروح بسم الله نعاود نرفد كاع وين ما خرجتليش. هذا كاع باش نقول لك ما فيها والو،
ما لازمش نهابوا الكوزينه، ما لازمش نخافوا، ها نروح انا نعاونها باش نرفد وين ما خرجت ليش. ها هاكي معايا شطره. ها ولا تحبي تنقشي كيما تحبي انتيا، هاكي نخليك تقطعي دابوغ الحبيبات ديالك. ممسي شوفي معليش، ها نطمهم. ها روحي تبعي الخط هذاك تري بيان، اجبدي بارفي، ما تلعبيش بزاف بالحبه. ها زين، ها السلام، وشحال جاك الشباب. الله الله شباب كيما انتيا. ها الله يسلمك. شوفي التحفي وانت اكزاكتومون هنا لا دوزيام استوس، كي نروحو نطيبو المقروط تاعنا هنا كي نحطوه نسيو نلصقو الماكسيموم الحبه في الحبه. وعلاش؟ باش ما ينحرقناش التمر. دونك كي نطيبوه ماشي ندير حبه هنا وحبه هنا وحبه هنا، نروحو نلصقوهم الماكسيموم. روحي نخليك ديري الحبه ديالك، انا مازال ما كملتش وراهو نقاش ديالي. ايه صافي كي نلصقو المقروط ما يتحرق لناش. صافي منا والجاي ان شاء الله باذن الله ما شحي تحرق لي، بالك يخرج يابس. وي بصح باش يتحرق لي جامي. وما فهمتش انا علاش راني نخدم معاك الوغ كي الحصه ديالك والمقروط لازم تعاونيني. اي نعاونك انا، نعطيك لي زاستوس فهمتيني، باسكو صح سي لا بروميير فوا لي نديرو في يدين. على بالي اسكو راكي خايفاتو. نحدي لي الخوف مي قولي راني خايفه نرفد لها هذا، قولي لي خايفه. لا 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 سي بون، شوفي شحال جاتك، ما تقعديش تلعبيه به. شوفي شحال جاتك شابه الحبه، شوفي المقروط، شوفي لا كونتيتي تاع التمر تاعي باغابوغ. ما عندي بزاف التمر، ما عندي بزاف لاباط، عندك الكميه تاع لاباط مع التمر مع الكميه تاع لاباط تاع تحت كل شيء راهو متوازن. شتي علاش قلت لك ما تخافيش؟ دونك حطي الحبه تاعك قدام الحبه، انا ياكلني قلبي هذوك لازم حتى ننقشها. وهنايا ثاني نعطيك اون اوتر استوس فاطمه، شوفي هكا ماهيش لاصقه بزاف. اي مليحه تري بيان، دونك تلصقوها كي تفو كيما انا هاني نقشتهم باسكو لا فور ما خرجتليش مليحه. ما نروحوش تمتم نطيبوهم، نخلوهم يضربوهم الريح قسمة تشد لا فورم تاعهم. اون فوا تشد لا فورم تاعهم نروح نطيبهم. انا كالعاده والعوايد كاين واحد العاده في خطوه البدايه مع ماني وبايا، دوكا رايحه نروح ونخليك وحدك، رايحه ديري لي لمسه الفنانه يا الفنانه. اوكي علاش نديرو؟ مش بخيفير نديرو هادو لي كبارات كامل نحطو هكذا وحده قدام وحده، وديولك كامل قدام وحده هكذا، نخليك تخدمي وحدك حتى الاخر. انا مدبية ديري لي لمسه فنانه شابه، ديري لي حاجه شويه ديريها قدام ديالك هنايا. اوكي هاك خلي من بعدهم غير شويه، شوفي نروح ندوهم لهنا تاك هكذا ونلصقوهم هنايا. على بالك بلي مقروط مقروط الكوشه دائما معروف يديروا فيه الحبيبه تاع القرنفل هكذا، اللي هي البارفومي لا بات تاعنا، وزيد تمدلها تمدلها بالنا لداخل شويه تطلق عليها. اكزاكتو هذه هي. ندير لك، راني ندير لك ما في ديالك. شوفي زعما انا ما حبيتش نتوشي ديالك، درت غير في ديالي. وهذه فين نديروها في النص؟ بيان سور نديروها هكذا، انا ما حبيتش نتوشيهم باش نخليك بالك ولا علاكش ما راكي حابه ديري لي. الا سحقيتيني عاودي عيطي لي. دونك هنا نخليوهم ينشفوا في غردهم ونروحوا نطيبوهم 180 على 180 درجه. سمعيني مليح، نطيبوهم من التحت، شوفوهم بداو هذاك اللون الذهبي شويه، نروحوا نشعلوا لهم الفوق باش يحمروا. اوكي يوفا يخرجوا، نخلوهم يبردوا، من بعد نسخنوا العسيله تاعنا ونشربوهم. دونك دائما سخون في بارد ولا بارد في سخون، هذه على بالك بهذه القاعده. على بالي شاطره، نخليك تكملي. هاي لاباط هنا الحرابش راهم واجدين، ماذا بيا ديري لي لمسه الفنانه. وانتم اللي راكم تشوفوا فينا لكم تحوسوا على لاغيسيت اللي درناها اليوم مع الشاطره ديالي هاديه، راح تلقاوها مكتوبه غير هنايا، نخليها دير لمسه الفنانه ونتلاقاو من بعد مع لا ديغوستاسيون والعائله مجموله. اتو سويت انا رايحه كتحقيني عيطي لي. هيا بسم الله. فاطمه كي خرجت وخليتها مع لمسه الفنانه كنت شويه خالفه عليها بكل صراحه، باسكو المقروط ديالنا سورتو مقروط الكوشه عنده اون سول فورم، بالك الديكور يتبدل من الفوق والحبيبه تاع القرنفل، ما كنتش شايفه واش قادره تبدل لي فيه. دوكا واش ندير؟ واش ندير؟ سمعت قلتي واش ندير؟ تاخدي لي هذاك الحربوش تعاودي تسلسي كيما درنا من قبيل، وديري داخل البوده وتغلقي عليه، ديري المول وتقطعيه، ونخليك ديري لي لمسه الفنانه. طلعتي لي لاطونسيون، عندي معايا حبه مندارين. يلا هاكي شويه. فاطمه راكي حيره واش ديري؟ دبري راسك، حاسبيني بلمسه الفنانه. عيطي ليا، بالك ديري لك جديقه. هاي توت سويت هاديك اوفيسيال. دوكا
والماما اللي حبيته بزاف وانا تحلالي بالك تقولوا عليا شريره يا اخي كي نخرج ونخليهم بلا بانيك نسمع فيها تقول اه واش انا حندير انا عاوت وليت ليها قلت لها دبري راسك ديري لي لمسه الفنانه وي كي خلتني شاف بايا في الكوزينه وحدي قلت كيفاش راح ندير نبدل في الفانغاتو تراديسيونيل وانا مبتدئه ما عنديش ايدي عليه خممت وقلت علاش ما نبدلوش غير الشكل هكا باش ما يزعفوش عليا ونخلي المقروط تاعنا هو هو دونك حوست جبت هالمول سيليكون اللي خدمت به قرصت العجينه درتها هي الاولى في المول ابخي درت التمر ابخي درت العجينه باش يبان هذاك التمر كامل تاعنا ويعطينا شكل شباب يا درا كيفاش يخرج وان شاء الله يخرج لي مليح وترضى عليا شاف بيا فاطمة نقول لك يعطيك الصحة على الاستضافة يعطيك الصحة على القعدة الهائلة وجدت لنا ثلاث طواب الله يبارك وحدة من وحدة من وحدة من هذا مسمن هذا معجن هذا قاطو الله يكثر في خيرك وتحشموني كي نجي لعندكم ونلقى الدنيا هكذا معمرة من كل جهة لا انتم شرفتونا بالحضور تاعكم وفرحتونا في نفس الوقت ربي يطول عمرك وريتونا صوالح هكذا ما كناش نعرفوهم شفتي على الحصه هذه صح ما كناش مقدرينها سوا سوا كما لازم صح صح كي جيتوا شفناها ربي يطول عمرك فما حسينا بالتعب اللي كنتوا تتعبوا يعطيكم الصحه كامل يطول عمرك باسكو هي من بعد كنا قصارين في الكواليس قالت لي نعم بنتي تجي انتيا وتجي مع كاميرا ايه انا شخصيا على بالي دي كاميرا واحده تصور ومن بعد يولي المونتاج من بعد لا لا في الاستوديو شفتي رانا عائله كامل هكذا هكذا باش تكون خدمه شابه ومتقونه ولي كاميرا دوزان صوالح وقعد التورناج هذا من الصباح حتى الليل تقريبا وهما يعاودوا يخدموا ويبلاصوا وركب من حط من عاود هذه عاود هذه فريمون تعب كبير صراحه تعب كبير يعطيهم الصحه كامل ليكيب فريمون تعبوا بزاف انا نشهد لهم باللي صح تعبوا ويعطيهم الصحه وربي يقدرهم وربي يعاونهم اليوم جينا لعند فاطمه فاطمه اللي اليوم وريت لي شطارتها بكعك النقاش بالمقرو تاع الكوشه قالت لي انا ما نحبوش وماشي مول فانديرو وكي بدينا نخدمو فيه كانت شويه مرتبكه كانت شويه خايفاتو تما يلزم يفاريك نحي لها هذاك الخوف مع دوبو دامومو ولا تخدم وحدها هي هكا دايره في الدار هي تحب الكوزينه تحب الكوزينه تحب الطيب تحب لي جاتو قاطي تراديسيونال اللي من تحب مودرن تحبو مودرن تحب تزوق تزوق ثانيك تحب الزواق ملي كبرت هي ولا دخلت الكوزينه انايا تهنيتي الحمد لله خليت لها الفرصه الحمد لله قلنا انا يعني خدمتكم اسي كي كنتوا صغار دوكا ودالتي نريح شويه في اي مناسبه ولا حاجه الحمد لله ربي يقدرك عليهم وتشوف هكذا تشوف هذا هذا غرسات تحب تعاودها سييها الله يبارك نحب بنات شاطرين هكذا انا نسنا في المقروط تاعها اليوم رحت وخليتها وقتها ديري لمسه الفنانه راهي جات على سلامتك شاطره الله يسلمك واش راكي الله الله واش راكي دايرة لي ثلاثة هادوك؟ إيه احكي لي شوية هادي لاتوش تاعي درتي لمسة الفنانة قلبتيها كومبليتمون خممت واش ندير إيه ولقيت باللي لازم نخلي المقروط تاعنا كيما هو لازم إيه شغل ما حبيتش نبدل فيه ولا تراديسيونيل تراديسيونيل إيه وشنو درتو برك في المولاه رحتي لعبتي ليه الشكل بدلت له غير الشكل برك درتو مدور وخليت له القرنفل بيان سور ونقول لك الحاجه اللي عجبتني بزاف الشكل هذا بون هي خرجتي على المقروط تاعنا العادي هذه حبيتها باسكو لازم تكون عندك شخصيه باش تبدلي كومبليتمون المقروط تاعنا اللي علامه الواحد انت لاباط هي نفسها بدلتي واش عجبني بزاف سك خليتي التمر صاير داير باين كيما حنايا نشوفوا التمر في المقروط على الجهه اليمنى وعلى الجهه اليسرى يعطيك الصحه يا فاطمه يسلمك شوقتينا ورانا حابين ندوقوا قلتي في بالله يلا سربي لنا عطينا ندوروا مقروطك يعطيك الصحه يا الشطره فاطمه كنت نستنى في لمسه الفنانه ديالها وكي دخلت بهذاك تبيسي العزيز
الحاجه الاولى اللي شفتها سيك بدلت لي في الشكل تاع مقروط الكوشه، وبكل صراحه انا حبيتها. وعلاش حبيتها؟ نحب لي في ولا يعني كل انسان يدخل الكوزينه الاوز، ماشي باسكو هذه هكذا كو انا ما نقدرش نبدل فيها. اتونسيون القديم ديالنا نعزوه ونحطوه فوق راسنا، وكما نقول لكم دائما نمشيو به وما نغيروش فيه كي نحبوا نديروه. وشنو هو؟ نقدروا نقارديو الذوق الاصلي ونقدروا نبدلوا له الشكل. واليوم ابدعتي يا فاطمه. احنا ندوقوا؟ ندوقوا. يلا بسم الله. كنت فرحانة بزاف باسكو بوغ موا خرج لي شباب المقروط تاعي، وكنت نسنى برك وقتاش تدوقو وتقول لي رايها ونشوف الى صح كنت عند حسن ظنها ولا لا. لا فاطمة، نخلي ما مكتب لا ونقول لك انا يا واش تبنيت واش حسيت وكيفاش جاني مقروطك. الحاجة الاولى وعلاش ما نحبش اون جينيرال مقروط الكوشة كي ناكلو عند الناس، الحاجة الاولى سي التمر يجيني بزاف يابس ولا يجيني فيه بنت الحريق باسكو يطيب فوق لازم. التمر تاعك طري كيما لازم الحال، عندي ريحه المزهر راهي تضرب ليجيرمون القرنفل في نفس الوقت، وهذه حبيتها بزاف. طيابو راهو هايل، بالك لو كان زدتيلو شويه يحمر مي انا سام ديرونج با، انا هكذا نحبو. بالك حمرتيه ان بو بلوس مي هكذا انا عجبني طري ومبسس لداخل. واش قلت لك لا كومبو تاع لا مارغارين ماني مع السمن هي اللي تمد لك هذاك التبساس، تمد لك الريحه اللي نشمو فيها والبنه في نفس الوقت. نحييك ونقول لك يعطيك الصحه. ام فاطمه كيفاش جاك المقروط؟ انت هي اللي تحبيه وتعرفي له بسباب وطري صح فريمون صح عجبتني انا كي خزرت فيه اول مره عن بالي ان جاتو واحد اخر، بعد شتو هو برك متبدل له مول الشكل تاعو يعني مقروط بلمسه اخرى. عجبني شباب طري كيما اللي نحبو كيما تقول لينا حابه نصلي لقيتو شباب نعمل لافاس الداخل جات طريه طريه هاي صح عجبك. حنا ما حنا نخدمو بالكاوكاو صح، انا هذا واش نحبو نخدموه بالكاوكاو تاع الكوشه سقطو تاع الكوشه ديرو بالكاوكاو كاوكاو ولا ميلونج لوزو كاوكاو وكنت نقصر مع فاطمه مقبلات قلت لها شوفي لي روسيت من دار لدار يتبدلوا تتبدل واش تقولي من ولايه من ولايه من بلاصه لبلاصه شتي دوك حنايا حنا نديروه بالتمر نتوما ديروا هذايا تاع الكوشه ديروش بالتمر نديروه سوا كاوكاو سوا لوز كاوكاو ميلونج صح كي تاع المقله تاعك برك ديروه في الكوشه تاع المقله اللي نديروه بالتمر صح. وعجبك تاع اليوم ولا ما عجبكش؟ لا شباب والله غير هايل انا نحب هذا شوفي حنا جينا باش نفرحوا يماك اليوم خاطر انت اللي تحبيه وراي فرحانه. قولي شنو هو الشعور ديالك؟ أنا بزاف فرحانه باسكو تلاقيت انسانه بزاف نحبها ربي يطول عمرك وتعلمت حاجه ما كنتش نعرفها بيان سور الله وان شاء الله نعاودو ونبعث لك الريزلت تشوفيها. بعد اللي ذاقوه وعجبهم كنت فرحانه بزاف وقلت الحمد لله يا ربي تعلمت اسيو جديده وان غسات جديده وان شاء الله من هنا الجاي نعاود ندير المقروط وتفرح بيا ماما وان شاء الله تكون هذه هي خطوه بدايه تاعي لي غاتو تراديسيونيل من هنا الجاي ونفرح العائله تاعي كامل. وانت كي دقتي دوكا قولي صاحبتي لي ما تحبيش كيفاش جاك؟ نو والله غير عجبني في عجبك بنين قريب ياك انت تحبي كاع النقاش هو قريب كيف كيف ايه سي فري كي تجي تشوفي لاباط وتشوفي برك التبساس ولا غير تاع هذا فارينه ولا اخر دقيق صح عجبك منين هاي مالا اليوم ان شاء الله نكون درتك اون ريكونسيلياسيون مع ال يعطيك الصحه مع مقروط الكوشه الله يسلمك. ونقول لك شوفي راني فرحانه بزاف بالشكل اللي درتيهولي حبيت خرجتي لي على كنت بس مقروط الكوشه ما عندك ما ديري فيه عندنا حبيبه تاع القرنفل لمسه الفنانه واش راح ديري عجبتيني اللي خرجتي لي بدلتي لي شكل واحد اخر ونقول لك اليوم تستاهلي لو تيتغ تاع الفنانه ونعطيك هذا لو كيت اللي هداته لك ماني كي تجبدي تتفكري ماني وتتفكري كامل اللي كيبدا ماني هنايا معاك تفضلي الله يسلمك ان شاء الله كل ما تخدمي تتفكرينا. مقروط الكوشه بكل صراحه كي كليتو ما جانيش يابس جاني طري حسيت بالتبساس في لاباط ديالي. من بعد رحت للغرس اللي لداخل اللي اون جينيرال يجينا طايب فوق اللازم وكيطيب بزاف حيت لقنا هذيك المروره ما حسيتش بالمروريه وكونتخيغ جاني طري وجاني بنين وكانت فيه بنه القرنفل جوست كيفو. كان خاصني بالك شويه تاع تحمار بزياده مي ما جينانيش على خاطر كان ليجيرمون دوغي وكل واحد كيفاش يحبو هادو اذواق. انه كان لخص لك مقروط الكوشه بالنسبه لفاطمه مبتدئه اللي بدات اليوم نقدر نعطي لها العلامه تاع 9 على 10 وكانت فريمون في المستوى.
وان شاء الله الله يسلمك. نتمنى انها رايحه تكون خطوه بدايه تاعك مع ماني وبايا وعلاش لا انا من جميع وحده نجي معاها باش نعاونها ما نقولش نعلمها باسكو لا بليبار نلقاهم شاطرات المدرسه الاولى تاعهم هي الام ايه صح ولا ماشي صح ما انا نجي بالك نكمل ولا باسكو يحبوني يحبوا بالك نعطيكم برك هذاك التحفيز باش نخليكم شويه تزغدوا ونعطيكم هذيك لا موتيفاسيون وانا هذا هو الشرف اللي يكون ليا. التجربة تاع اليوم راح تسمح لي باش ندير ثقة في روحي اكثر واكثر ونزيد ندخل للكوزينة ونسيي دي غوسات اللي ما نحبهمش ولا ما كنتش نديرهم قبل نزيد نسيي نديرهم وان شاء الله ينجحوا لي ونتبع توجور النصائح تاع شيف بايا. واليوم جينا الله يسلمك باش نكرموا ماماك اليوم مقروط الكوشة درنا على جالك. الله يسلمك هو على جالك. وفي نفس الوقت انا دائما نهضر لهم قولهم ردوا بالكم ما تنساوش الحلويات التقليديه تاعنا. وكان ماشي الام تمدها لبنتها والبنتها تمدها لبنتها وهذا يمدها لهذا وهذا يوري لهذا وهذا ما يبخل على هذا في لاغوسيت. هكذا اللي نرفدوا لي غوسيت تاعنا. بكل صراحه عائله جزائريه متوسطه بسيطه كما حنايا كامل جزائريين لمونا شدونا حسينا روحنا عائله في وسطهم. بكل صراحه كما نقولها لكم اشاك فوا كل بيت راني ندخل فيها نحس روحي منهم وهما اللي خلونا نحس روحنا في هذاك الجو العائلي وهذه هي العائله الجزائريه. نشكر الام تاع فاطمه والعائله تاعها كامل وسورتو نتمنى انها رايحه تكون خطوه البدايه تاع فاطمه مع ماني وبايا. نشكر ليكيب بزاف بزاف على هاد لي زيفور والله سي جو ترافاي ديغيير. ونشكر تاني تماغاين ماني اللي سمحت لنا باش نعطيه فرصة لرواحنا جوستمو وباش نطوره مرواحنا. ونشكر تاني تشاف بايا اللي كانت ان شبور مانيفيك ليا ويعطيكم صحة. نقول لكم يعطيكم الصحة على الترحيب مرة واحدة أخرى يعطيكم الصحة على الوقت. شوفوا استقبلتوناك لعائلة ديالكم كساسوا انتيا كساسوا أولادك الزوج ديالك انتوما كاملين. احنا حسينا هذا الشعور كشغل ما جاوناش غاشي ما نعرفوهمش حسينا باللي ولادنا خاوتنا أقرباء تاعنا راهم في البيت. يعطيك الصحة. مقبلات كي قلت لك بالك نتعبوك واش قالت لي؟ قلت لها بالك نتعب. قالت لي لا لا قالت لي لحظة كيما هذه نهار كيما هذا نعيشوا خطرة بالك الحياة وكان عندها الحق. صح نقول لك يعطيكم صحه مره واحده اخرى وربي يفرحك فاطمه. الله يسلمك اما انتم اللي راكم تشوفوا فينا مشاهدينا محبينا واللي راكم تتبعوا فينا راكم دائما تجوا معايا دار جديده طفله جديده حكايه جديده وسورتو خطوه بدايه جديده كما نقولها لكم كالعاده. ان شاء الله تكون عجبتكم الحصه تاع اليوم ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بمقروط الكوشه اللي كنت فيه الضحك كان فيه طياب كانت فيه بشاشه مع فاطمه اللي كانت حلوه وخفيفه معنا. ما تنساوش نقول لكم كالعاده نتلاقاو المره الجايه حصه جديده طفله جديده ولايه جديده وخطوه بدايه مع ماني وبايه جديده. تهلاو في روحكم وتبقاو على خير. ديجا خلصتوا ماج ريحوا تباتوا. وانا قبل ما نختم الحصه ديالي دائما ناخذ صويره مع البنات ولا فامي باش نخليها تذكيره هكذا سوفينير واش دور روحكم نتصوروا وهكذا نبات هذا.